عاد القلق مجدداً إلى مبنى أول مجلس تشريعي في شبه الجزيرة العربية، الذي بني ككنيسة إبان الاحتلال البريطاني قبل أكثر من 150 عاماً في قلب المدينة القديمة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عبر عروض مسرحية أقامتها بداخله فرقة مسرحية يمنية على مدى أسبوعين. هذه العروض التي أجرتها فرقة خليج عدن لمسرحية هاملت الشهيرة للروائي العالمي ويليام شكسبير بالشراكة مع المركز الثقافي البريطاني، أعادت الحيوية اللائقة لقاعة المبنى ومحيطه، وبات مقصداً للجميع من مختلف أنحاء البلاد بعد سنوات من الهجران منذ أن تعرض لأضرار جزئية جراء الحرب عام 2015. كان أحد الأسباب هو أنه ليش ما نعملش عرض مسرحي في المجلس التشريعي، نكون سبباً في الدعوة لترميمه، وفعلاً نحن نجحنا، نحن قدرنا نحصل على تمويل للمسرحية، دفعنا نصفه إلى الهيئة العامة للآثار وهيئة الحفاظ على المدن التاريخية اللي قاموا بترميم المبنى أو صيانته من الداخل بحيث يعني يأخذ شكل جيد للعرض، وطبعاً هذا نحن قمنا بتمويله بالكامل، وبدأنا الدعوة لترميم المبنى، وقبل حتى انتهاء العروض الآن نحن ناجحين بأن حصلنا على وعد من أحد المنظمات الكبيرة وأيضاً رجال الأعمال بترميمه كاملاً أول ما نخرج إن شاء الله من العرض المسرحي. هذا العمل الفني اللافت لم يكتفي بتحريك مياه الثقافة الراكدة مؤخراً في المدينة التي عرفت المسرح منذ العام 1910، بل دفعت الجهات المختصة إلى مزيد من التحركات التي قد لا تتطلب إمكانيات مادية كبيرة في كل مرة لحماية إرث المدينة والحفاظ على موروثها الزاخر. عمل مسرحي أو إقامة عمل مسرحية في مثل هذه المواقع بيلفت نظر الجميع إلى مثل هذه المواقع، إذا ما كانش فيه اهتمام سابقاً بيكون اهتمام لاحقاً إن شاء الله. خلال الفترة القريبة القادمة إن شاء الله بالتنسيق مع اليونسكو بتمويل من الاتحاد الأوروبي إنه بيكون هناك ترميم كامل للمبنى، يعني مبنى بحجم المجلس التشريعي مش بسيط يعني بتاريخه، فهم موافقين مبدئياً بأنه نحن نرفع لهم بالدراسات متى ما توفر أو متى ما يتم العمل عليها، وعندهم استعداد كامل بالتمويل، وكان الاتفاق أنه ممكن استغلال المجلس التشريعي كمركز ثقافي. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها اليمن على مدى 8 سنوات من الحرب، تواجه المعالم الأثرية تحديات متعددة تطال هياكلها ومكانتها التاريخية، مهددة الإرث الحضاري والإنساني للبلد وسط سلسلة الإجراءات الروتينية الطويلة للجهات المانحة. موضوع المعالم الأثرية موضوع شائك وطويل، وهناك جهات مخولة قانونياً ورسمياً بأعمال الترميم والصيانة مثل مكتب هيئة الآثار والمتاحف، لكن المشكلة هي أن مكتب هيئة الآثار والمتاحف في عدن ما عندهمش ميزانية للترميم، ومع ذلك يعني لا يسمح لأي جهة ثانية بالقيام بأعمال الترميم والصيانة إلا بالتنسيق والتعاون مع مكتب هيئة الآثار والمتاحف. المشكلة إنه مكتب هيئة الآثار والمتاحف في عدن يعتمد اعتماد كلي بموضوع الترميمات أو تمويل هذه المشاريع على الدعم الخارجي، سواء كان من اليونسكو أو من أي منظمة مانحة، وهذا الأمر يأخذ سنوات طويلة. وخلال هذه السنوات مثل أحجار الصهاريج الآن، العقوبة الهندسية الفريدة التي سبقت زمانها صهاريج طويلة، أحجارها اليوم تتساقط، ومكتب هيئة الآثار منتظرين الدعم الخارجي.